السلام عليكم يا حاج. وخلاص الواد ده هيشتغل معانا؟ اقعد. الواد ده هيبقى اخوك واخوك الكبير كمان. يحيى هيبقى مكان متولي، عاوزك من النهارده تبقى في ظهره، عاوزك تضمه لحضنك، وخليك فاكر الضفر ما يطلعش من اللحم. حاضر حاج. عملت ايه في الاجتماع؟ السراج كان قلقان شويه عشان ده اول اجتماع حضرتك ما تحضروش، لكن انا وعمي سليم خلصنا معاه كل حاجه. بكره يتعود. عاوزك تبلغهم في البلد يجوا كلهم، عاوز لما ارجع من السفر يكونوا موجودين. واخوك صالح لازم يكون موجود، تاكد عليه. هو في حاجه يا حاج ولا ايه؟ عاوز ابلغهم مين هيبقى الكبير بعد عمك شريف. حضرتك ادرى مني، بس يعني حضرتك شايف ان ده اوانه؟ ايوه هو ده اوانه يا زكريا. عامه انا مسافر وراجع على طول. حضرتك شكلك تعبان، ما بلاش تسافر، انا هسافر مكانك. لا لازم اروح انا بنفسي عشان اطمن اللي هناك ان لسه ليهم ظهر يتسندوا عليه. وانت تخليك معايا على التليفون عشان لو جد جديد في العملية. طبعا يا حاج، انا مش عايزك تقلق من حاجة. مش قلقان طول ما انت في كتفي يا زكريا. بالمناسبة خلاص اتفقت انت وهايدي انكم هتربوا البنت؟ ده بعد اذنك. بس اوعى تيجي على مراتك يا زكريا. وقال يا حسن اقعد. سبت الدار وهربت لي يا حسن؟ بصراحة؟ لو ما قلتش الصراحة هترجع السجن تاني، وانت عارف ان انا عارف كل حاجة. البت بنت عم حمزة. بنت عم حمزة؟ حلوة البت دي؟ حلوة يا عم سلام، والله العظيم حلوة قوي. بتحبها؟ مش عارف، أنا أصلاً مش عارف يعني إيه حب. طيب قول لي، لما بتشوفها بتحس بإيه؟ أنا أصلاً بفكر فيها طول الوقت. كل ما أفكر فيها بحس إن قلبي بيدق بسرعة قوي. طب أنت عارف أنا أول مرة شفتها حسيت إن قلبي هيقف ونهار من طولي. عندك استعداد تعمل أي حاجة عشان تتكلم معاها؟ أيوة يا عم سلام. طيب عندك استعداد تهرب تاني يا حسن؟ أنا مديك الأمان اتكلم. أيوة. يبقى بتحبها. طالما أنت بتعمل الحاجات اللي أنت في طبيعتك العادية ما بتعملهاش، يبقى ده اسمه الحب. حب شجاع جريء يا حسن. والحب اللي بيخوف ما ينفع. وانت شجاع وجريء وتستاهل تتحب. مش فاهم قصدك يا عم سلامة. افهمك بس تديني الامان. زمان يا حسن انا كنت بحب واحدة، لكن ما عشتوش الحب ده. لما انت لازم تعيش حبك. اهرب يا حسن، روح اتكلم معاه، سيب الدار واهرب. اهرب بس اقولك انا ما قلتلكش حاجه خالص، اتفقنا؟ والله كبروا بالولاد وعرفوا يحبوا. وبعدين يا رايق،
انت هتفضل قاعد لي كده في البيت زي ارض قطع ولا ايه؟ زين رفع عليا السلاح يا شروق، كان بيني وبين موت 2 سنتي. 2 سنتي ونص. طب الف بعد الشر عليك يا حبيبي. الله، انا محدش طايقني ليه يا جماعه؟ كما لو كنت قاعد على حجركو. زين قال لي لو شافني تاني هيقتلني، وهاشم عامل حفله النهارده ومصر اني اروح. ويا عالم، ممكن اروح الاقي زين. وسيف قال لي الداره اليومين دول شويه، مش عارف، في كل خرابه مهموز، وانا راجل كبير لو خدت المهموز ده هروح فيها. يا رب حياه حبيبك النبي يا رب ظبط لي الدنيا. الله، في ايه؟ هو انت هتفضل طول الليل مزاولنا يا رايق ولا ايه؟ ما تقوليش يا رايق عشان انا متضايق. انت قلت ايه؟ ما تقوليش يا رايق عشان انا متضايق. ما تقوليش يا رايق عشان انا متضايق. والله العظيم ما اطلع اغنيه حلو. ما هو العسل اللي انت فيه ده هو اللي هيودينا في داهيه. شاعر قد الدنيا. منور يا رايق. الله يخليك يا هاشم بيه، وانت وسيف بيه برضه. تسلم. مش كنا اتجمعنا القعده الحلوه دي عندي في الكباريه؟ تتعوض، احنا متجمعين هنا عشان نشتغل. ولا انت سايب الشغل عشان تفك شويه؟ لا، ما انا برضه بتاع شغل، بس الشغل عندي هناك ليه طعم تاني خالص. يا سيدي اعتبرها زياره من اللي عليك، وهو تجرب الانبساط عندنا يعني. ما شاء الله جامد انت برضه رايق، وقلبك ميت مش سهل. مش خايف كده وجاي؟ جدع رايق والله. قلبي مات من الحاجات اللي شفتها يا سيدي. خوفي عليك يا فتحي يتحصل قلبك من كتر الحاجات اللي بتشوفها، وساعتها بقى ننفذ الوصية بتاعتك، وكلنا كده بالصلاة على النبي نروح نسهر في الكلاب بتاعك. حبيبي ده انت ذوقك طلع وحش قوي. من بعيد كانت حلوه والله، انا مش عارفه مقبت عليا ايه اللي حصل. طب قول لي مين عاجبك وانا اظبطك معاه. تظبطيني؟ مين الوحش؟ رودي سيف العزازي. تعرفنيش؟ لا، ازاي؟ على راسي يا داخليه. طب سيبك من الداخليه وخلينا في الخارجيه. قول لي مين عاجبك في الحفله وانا اظبطك معاه. بس كده بابا يزعل. بابا يزعل لو انا زعلت. تعالى معايا عشان ما يزعلش. وانا ما اقدرش على زعل بابا. شايف يا خبيتها الواد عندها بنت سيف بيه في ميني دي كسر. كسر. ده تاني ده اللي عايز اخدها. اتفرج على الجمال والحلاوة والأدب وقلة الأدب. ريهام، وده بنصلك عليه معفن أنت. معفن ليه بس؟ أنت مستقل بيا ليه؟ يا ده الطيبون للطيبات، دول ولاد ناس، إحنا ولاد كلب. بس أنت مالك كده يا رايق من الصبح مش على بعضك؟ لا، دي حوارات كده نبقى نحكي فيها وإحنا رايقين. إنما الليلة سيبينا نسهر وننبسط براحتنا. طار بقى يا رب، كفاية متعة يا رب. طب أنا همشي بقى عشان خنقتوني.
بحبك وانت مركز مع الكل وعامل نفسك مش واخد بالك. قعدت يعني ولا اشتريها؟ على فكره انا زعلانه منك. انت عارفه دي المره الكامله تقولي لي فيها كده؟ يعني انا غلطانه؟ انا غلطانه يا ريهام اني بقولك ان انت مقصره معايا؟ يا حبيبتي لا، بس انت عارفه ان انا على طول مشغوله مع بابي في الشغل، يعني ما بخرجش اصلا، ايه بقى لازمه الزعل دلوقتي؟ يا بنت يا بنت وحشتني خروجاتنا كده وقعدات النم بتاعتنا. والله وانت كمان يا نودي وحشتي. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي ننام كده شويه. ها فين؟ شفتي الواد من زين العطار؟ اه ده البنت رودي شقطته في ثانية. رودي دي اصلها ما شاء الله عليها مدرسة. اه مش كده؟ زين العطار بيحضر العملية جديدة. ده غير اللي ضحك فيه على الرايق؟ الرايق ده عبيط. العملية الجديدة اللي بيحضر لها زين لو كملت هتبقى خراب على الكل. يا عم فوق ايه؟ هو ده زين فيه نبات؟ اه يموت الزمار. العملية الجديدة اللي بيحضر لها هيخلصها سليم، بس شكلها كده مش هتكمل على خير. بصوا بقى، انا شخصيا اللبش بتاع زين العطار ده بقى ملياش فيه، اتخنقت. عارفين لو عندي دقه ليه عنده دقتين؟ مش كده ولا ايه يا هاشم؟ كل شيء باوان يا جلال، ما تفكرش، اتبسط دلوقتي. يلا ماشي. روح مع الرأي اعمل اي حاجه حرام. يلا حاضر. حرام ولا حلال قول لي. ماشي. حلو البصمان ده.